أهلاً بكم، سوف نقوم بإنشاء برنامج لإدارة مدرسة. أولاً عندما نقوم بفتح البرنامج ستظهر لدينا واجهة تسجيل الدخول هذه. أولاً لدينا واجهة تسجيل الدخول Login، وهنا عندما أضغط على Sign Up Page سيحولني على نافذة إنشاء حساب. سنقوم بإنشاء حساب الآن. سننشأ حساب باسم مثلاً جواد، الاسم هنا اليوزر نيم خلي JA، الباسورد خلي الباسورد هنا يكون من 1 إلى 6. أعيد كتابة الباسورد هنا. المفروض لما الآن حقوم بالضغط على ساين أب حيسجل حساب. حضغط على ساين أب، أخبرني هنا a new account created successfully، يعني تم إنشاء حساب بنجاح. أضغط على OK، أنشأ حساب. الآن أضغط على Login Page حيرجعني لنافذة تسجيل الدخول. المفروض أني قبل قليل قمت بإنشاء حساب، حسجل حساب. اليوزر نيم للحساب اللي أنشأناه قبل قليل هو JAJA، وهنا الباسورد كان من 1 إلى 6. حضغط على لوج إن. ظهرت رسالة هنا You can't log in because you are not admin، يعني لا يمكنك تسجيل الدخول لأنك ليس admin. Enter admin account to log in، يعني أدخل حساب الأدمن الخاص بك لكي يتم تسجيل الدخول. يعني نحن أنشأنا واجهة تسجيل الدخول بصلاحيات الأدمن. صحيح أني أقوم بتسجيل حساب هنا، لكن لا يمكنني التسجيل بالحساب، يعني الدخول للبرنامج بهذا الحساب اللي أنشأته قبل قليل، لأن ليس لديه صلاحيات الأدمن. أوكي، خلوني أكتب الحساب اللي يحتوي على صلاحيات الأدمن. هنا لدي حساب باسم أدمن. حضغط على لوج إن. أخبرني هنا logged in successfully، يعني تم تسجيل الدخول بنجاح. click OK to continue، يعني أضغط على هذه الأوكي okay حتى يكمل. أضغط على OK، قام بغلق نافذة تسجيل الدخول وفتح نافذة البرنامج الرئيسية. بواجهة البرنامج الرئيسية هذه لدي هنا عدة أقسام من البرنامج. لدي هنا في القسم الأول قسم خاص بالطلاب، وقسم خاص بالأساتذة، وقسم خاص بالموظفين والمحاسبة، وهنا للإكزام. ولدينا قسم للأدمن بيج. هذه هي الأدمن بيج اللي من خلالها حنعطي صلاحية. أضغط عليها. أوكي، حولني إلى واجهة الأدمن. انظروا، قبل قليل قمنا بتسجيل حساب بهذا الاسم، الاسم جواد، وهنا اليوزر نيم والباسورد. عندما قمت بتسجيل الدخول يعرض البيانات هنا في هذا القسم اللي هي واجهة الأدمن، حيعرض البيانات في هذا الجدول، لكن ليس لديهم صلاحية الأدمن لحتى نقدر من خلال هذه الحسابات نسجل دخول. بينما لدي بيانات هنا في قسم في الجدول الخاص بالأدمن، انظروا أدمن فول نيم واليوزر نيم والباسورد. لدي هنا حساب باسم اليوزر نيم نور والباسورد من 1 إلى 5. هذا الحساب لديه صلاحيات الأدمن، من خلاله نقدر نسجل دخول. ولدي هنا حساب باسم أدمن أيضا، من خلاله نسجل دخول. تمام، كيف حأعطي صلاحيات الأدمن لهذا الحساب اللي قمنا بإنشائه؟ أنقر نقرة، قام بجلب البيانات وعرضها هنا. هنا فقط يمكنني حذف الحساب أو التفريغ، أما هنا قام بجلب البيانات. المفروض هنا إذا ضغطت على Upgrade Goes to Admin، يعني على هذا الضيف اللي سجل دخول قبل قليل، إذا ضغطت على هذا الزر حيعطيه صلاحيات الأدمن. أضغط نقرأ هنا.
أخبرني user upgrade to admin successfully، يعني تم تحديث هذا اليوزر نيم وإعطائه صلاحيات الأدمن. أضغط على OK. انظروا، قام بتحويل هذا اليوزر، قام بحذفه من هذا الجدول وإظهاره في هذا الجدول الأدمن. الآن أصبح هذا اليوزر والباسورد لديه صلاحيات الأدمن. إذا قمنا بتسجيل الدخول من خلاله، حيسجل دخول. تمام، خلونا نجرب. أوكي، الآن خلونا نجرب بعد أن أعطينا صلاحيات الأدمن للحساب اللي سجلنا من خلاله. خلونا نشوف يا ترى حيسجل دخول بعد أن أعطيناه صلاحيات الأدمن ولا لا. أكتب هنا الاسم JAJA، هذا هو اليوزر. أما الباسورد فهو من 1 إلى 6. حكتب الباسورد وحضغط على لوج إن. الآن أخبرني logged in successfully، يعني أكليك OK to continue، يعني بعد أن أعطيناه صلاحيات الأدمن يمكننا التسجيل من خلال هذا الحساب. عندما أضغط على OK حولني على النافذة الرئيسية للبرنامج. هنا لدينا قسم الطلاب. تظهر هذه النافذة تحتوي على عدة صفوف. هنا لدينا الصف الأول، الثاني والثالث. يمكننا إنشاء العديد من الصفوف هنا. أنقر هنا حتظهر هذه النافذة. هذه النافذة هنا يتم تسجيل بيانات الطلاب، اسم الطالب والجنس والعمر والعنوان ورقم الهاتف وباقي البيانات. عندما أنقر على Student Marks حيحولني إلى النافذة اللي من خلالها حندخل درجات الطلاب. هنا في الأعلى هذا الفريم يحتوي على بيج، كل بيج خاص بمادة معينة. مثلا لدينا هنا مادة الإسلامية، أنقر حتظهر لدينا هذه النافذة. هنا حنقوم بإدخال درجات الطلاب في مادة الإسلامية. هنا أقوم بإدخال اسم الطالب. هنا حتم إدخال درجة الشهر الأول للطالب ودرجة الشهر الثاني. حيقوم بجمع درجة هذا الحقل مع هذا الحقل وتقسيمها على 2 وإظهار نتيجة الفصل الأول هنا، وهكذا بالنسبة لباقي الدرجات. هنا يمكننا جلب اسم الطالب بكل مادة، وعند النقر هنا على Add Marks حيتم إضافة درجات الطلاب هنا في هذا التكست. أنقر حيتم إضافة اسم الطالب ودرجات الطالب بمادة الإسلامية. أيضا أختار لمادة العربي وأنقر هنا حيتم إضافة درجات نفس الطالب في مادة العربيك، وهكذا بالنسبة لباقي المواد. هنا Clear Text حيتم تفريغ هذا التكست، و Print Text عندما أنقر حيتم إرسال هذه النتيجة إلى الطابعة المرتبطة بالحاسوب وطباعة نتيجة الطالب. هنا أيضا لدينا قسم الإحصاء. هنا يجلب عدد الطلاب المسجلين في الصف الأول، وهنا اللي بالصف الثاني والصف الثالث. هنا لدينا 3 طلاب، هنا لدينا 4 طلاب. هنا أيضا حيجلب عدد الأساتذة وهنا عدد الموظفين. حنقوم بإنشاء هذا البرنامج بالكامل.